طابت أوقاتكم من جديد في هذه التغطية المفتوحة. وصلنا إلى قراءة سياسية في تطورات معركة طوفان الأقصى والعدوان المستمر على قطاع غزة في يومه 76 على التوالي. اسمحوا أن أشرك معي في هذا الحوار وهذه التغطية ضيفي من رام الله الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ ساري عرابي، والذي ينضم إلينا عبر سكايب مباشرة. أستاذ ساري، سلام الله عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دعني أبدأ معك من آخر التطورات. هناك حراك واسع بحسب ما يبدو لنا ظاهريا، وجهود ووساطات دولية هذه كلها تبحث عن هدنة جديدة لعقد صفقة تبادل. التصريحات كلها تأتي من بعض العواصم، وتحديدا من دعنا نقول من تل أبيب، ولكن وجدنا في هذه المرة تمترس لحركة حماس خلف موقفها. هي مصرة بأنه لا مفاوضات قبل وقف العدوان. كيف لك أن تقرأ لنا هذا الأمر بداية؟ نعم، يعني الحقيقة هناك مجموعة من الملاحظات بخصوص الهدنة الإنسانية. في كل الحروب يفترض أن توجد هناك هدنة إنسانية، ولكن الهدنة الإنسانية التي يريدها الاحتلال الإسرائيلي هي هدنة إنسانية مشروطة، والمقاومة ترفض أن تكون الهدنة الإنسانية مشروطة. يعني يفترض أن الهدنة الإنسانية هدفها توفير فرصة أفضل للسكان المدنيين داخل قطاع غزة، وإدخال مواد غذائية ومساعدات ووقود بشكل أكبر، ولا يفترض أن تكون الهدنة الإنسانية أصلا مرتبطة بملف تبادل الأسرى. هذان ملفان منفصلان. الاحتلال يريد أن يشرط الهدنة الإنسانية بهذا الملف، هذا أولا، وهذا الذي ترفضه المقاومة الفلسطينية. نعم صحيح، وافقت المقاومة الفلسطينية سابقا على هدنة إنسانية مرتبطة بملف تبادل الأسرى. كان السبب في ذلك أن الاحتلال والولايات المتحدة والنظام الإقليمي كله كانوا يرفضون الحقيقة فرض هدنة إنسانية طبيعية كما كل الحروب، ومن ثم أرادت المقاومة أن توفر تلك الفرصة ولو كانت مرتبطة بتبادل الأسرى. هذا الأمر بالنسبة للمقاومة الآن لم يعد موجودا. ثالثا، الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يكسب الوقت، يعني بمعنى هو يريد هدنة إنسانية مؤقتة لا تبنى عليها هدن إنسانية أكثر، لا تبنى عليها مفاوضات من أجل وقف إطلاق النار. يريد أن يخلص المقاومة من ورقة القوة التي بيدها وهي ورقة الأسرى، بحيث يسترد ورقة الأسرى، يعزز موقفه أمام المجتمع الإسرائيلي الذي يطالبه باسترداد الأسرى الذين لدى المقاومة، ثم يستأنف العدوان داخل قطاع غزة ويعيد ترتيبات قواته داخل قطاع غزة. وهذا الأمر الذي ترفضه المقاومة. ومن ثم المقاومة إما أن يكون هناك هدنة إنسانية غير مشروطة، وأن تكون هذه الهدنة الإنسانية قاعدة لمفاوضات من أجل وقف كامل لإطلاق النار، أو أن يكون هناك وقف لإطلاق النار. والمقاومة تريد أن تقول للولايات المتحدة، وتريد أن تقول للاحتلال الإسرائيلي، وتريد أن تقول لمن يراهن على انكسار المقاومة داخل قطاع غزة، أنها لا تقبل أن تبتز بملف الهدن الإنسانية، وأنها ليست مضطرة على الصعيد العملياتي، يعني بمعنى قوات المقاومة ليست في أزمة بحيث تبحث أيضا عن هدنة إنسانية من أجل تعزيز مواقفها الدفاعية أو القتالية. فهذه هي الصورة عموما فيما يتعلق بهذا الموضوع. ولكن يعني في الوقت الذي تقول فيه وول ستريت جورنال عن وجود خلافات بحسب ما زعمت بين حركة حماس قيادتها السياسية والقيادة العسكرية، دون أن يكون هناك أي دلائل على مصداقية وموثوقية ما تنقله هذه الصحيفة، واليوم تكرره بعض الوسائل الإعلام، نجد أن هناك انقسامات في المشهد الإسرائيلي داخل الحكومة الإسرائيلية، وصلت إلى حد أن يطالب بن غفير إلى إمكانية حل مجلس الحرب في حال ذهب بنيامين نتنياهو إلى وقف هذه المعركة. يعني السؤال من شقين، فيما يتعلق بوجود خلافات داخل حركة حماس أو بين القيادة السياسية والقيادة العسكرية لحركة حماس، ليست هذه هي المرة الأولى التي تتبنى فيها الصحافة الأمريكية الدعاية مضادة ضد الفلسطينيين. يجب أن نتعامل مع الإعلام الأمريكي والإعلام الغربي عموما، ولا سيما الأمريكي على وجه الخصوص، أنه جزء من الحملة، جزء من الهجمة، جزء من الحرب على المقاومة الفلسطينية، وبالتالي طبيعي أن يتبنى نوع من الدعاية النفسية والدعاية التشويهية أو الدعاية التحريضية. هناك مشكلة، نوع من الاستلاب لدى بعض المثقفين والسياسيين والإعلاميين والصحفيين العرب الذين يتعاملون مع الإعلام الغربي وكأنه إعلام لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لكن الحقيقة هذا إعلام استخباراتي. وإذا كانت أصلا هذه
المعلومات وصلت لول ستريت جورنال من خلال السي اي اي، فواضح تماما ان هذا جزء من سياسه استخباراتيه امنيه تهدف الى زعزعه يعني ضرب الجبهه الداخليه للمقاومه الفلسطينيه. واضح تماما يعني ابجديات المعرفه بالواقع الفلسطيني تدل انه لا يمكن ان يكون هذا الامر موجودا اصلا بطبيعه الحال، يعني حكما بالضرورة القرار في موضوع من هذا النوع بالضرورة سيكون لأهل الميدان داخل قطاع غزة بالضرورة، ومن ثم لا يمكن أن يوجد هناك أي خلاف حول هذا الموضوع. أما فيما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي، الانقسامات داخل المؤسسة الإسرائيلية انقسامات جدا مركبة، ليست يعني بصورة واحدة أو من مستوى واحد، هناك انقسامات عامة داخل المجتمع الإسرائيلي. أصلا المجتمع الإسرائيلي دخل هذا الحرب وهو منقسم ما بين اليمين الإسرائيلي المتحالف مع بنيامين نتنياهو وما بين يمين الوسط المعارض للإصلاحات القضائية. هذا الأمر ينعكس على هذه الحكومة لأن مجلس الحرب أصلا فيه أوساط معارضة لبنيامين نتنياهو أساسا ومعارضة لبن غفير وسموتريتش أساسا، يعني جانتس هو زعيم المعارضة وموجود في مجلس الحرب هو أصلا ضد بن غفير والأمر نفسه. كذلك هناك انقسام واضح بالحقيقة ما بين جنرالات الجيش ما بين بنيامين نتنياهو، يعني أوضح هذه الانقسامات أخيرا طبعا ما بين حليفي رئيس الأركان وما بين بن غفير ما بين جالنت وما بين نتنياهو. كذلك هناك نوع من التشكيك المستمر في تحمل المسؤولية عن أحداث 27، هل هو الجيش والأمن أم هو بنيامين نتنياهو، وهذا الأمر ما يزال يتردد حتى هذه اللحظة. ومن ثم نحن نتحدث عن خلافات حقيقية داخل المؤسسة الإسرائيلية عموما، في حين أن قيادة المقاومة متماسكة بعكس يعني ما يحاول أن يقول الإعلام الأمريكي. فيما يتعلق بالنقطة التي أشرت إليها أستاذ ساري عن التزام واضح بين بنيامين نتنياهو والقادة العسكريين، هناك تقدير موقف آخر يعني من طرف العدو وهو لأشهر محللي يديعوت أحرونوت في تحليل نحوم برنياع، والذي قال أنه من المحتمل أن يخفض جيش الدفاع نشاطه في غزة تقريبا، وطالب بالتعامل بحذر مع التصريحات الرنانة لبنيامين نتنياهو كما قال، وقال بأنه الحديث عن حروب بالمستقبل هذا يخفي كآبة الحاضر، وهو في دلالة إلى عدم قدرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على تحقيق أي إنجاز على أرض الواقع في قطاع غزة في اليوم 76 من الحرب، وتوقع بأن تكون خان يونس هي المحطة الأخيرة فيما يسميه جيش الاحتلال الإسرائيلي المرحلة الصعبة. كيف نقرأ ذلك نحن؟ يعني الحقيقة جيش الاحتلال الإسرائيلي يعني أولا كان في هناك إجماع إسرائيلي تقريبا، هناك حشد للمجتمع الإسرائيلي وكان هناك اتفاق ما بين جنرالات الجيش والمستوى السياسي على ضرورة هذه الحرب. هذه الحرب لم تكن فقط ضرورية لبنيامين نتنياهو لأسباب شخصية، كذلك هي كانت ضرورية لجنرالات الجيش لأسباب شخصية، لأن الجيش لهم ثائر مع قطاع غزة بعد ضربة يوم 27، والمستقبل المهني لجنرالات الجيش في مهب الريح بطبيعة الحال. أيضا المجتمع الصهيوني كان بحاجة لحرب من هذا النوع، استقرار المجتمع الصهيوني، ثقة المجتمع الصهيوني بوجوده في فلسطين المحتلة منوط بشعوره بقوة الجيش وبقوة الاستخبارات الإسرائيلية، وكل هذا ضرب. ومن ثم كانت هذه يعني حربا ضرورية بالنسبة لهم. لكن كان في مشكلة حقيقية أنهم دخلوا هذه الحرب أولا وهم منقسمون، وثانيا دخلوا هذه الحرب بلا أي رؤية سياسية، ومن ثم نحن لاحظنا حربا انتقامية بصورة غريزية يعني في قطاع غزة، إزاحة سكانية، إبادة جماعية، تدمير ممنهج داخل قطاع غزة دون الاهتمام بسؤال اليوم التالي. هذه الحرب لم تكن حرب إسرائيل فقط، كانت أيضا حرب الولايات المتحدة الأمريكية. صحيح. أمريكا كانت تريد هذه الحرب للحفاظ أولا على الكيان الإسرائيلي، وثانيا لأن أمريكا تعاملت مع ضربة 27 بوصفها أيضا ضربة للهيمنة الأمريكية في هذه المنطقة. لكن الخلاف ما بين الولايات المتحدة وما بين دولة الكيان والخلافات الداخلية ما بين دولة الكيان والتي تتجلى أحيانا في تصريحات متناقضة بين مستويات متعددة داخل الكيان هو سؤال اليوم التالي. يعني بمعنى الاحتلال بقوة النيران الهائلة التي يملكها بإمكانها أن يبيد قطاع غزة، بإمكانها أن يستمر في هذا القصف، بإمكان قواته أن تتقدم وتتمدد إلى الأمام. يعني لا يوجد فلسطيني واحد ولا حتى قيادة المقاومة تخفى عليها قوة النيران الهائلة التي يملكها الاحتلال الإسرائيلي. لكن ثم ماذا بعد؟ يعني أكثر من 75 يوم على هذه الحرب لم يتمكن الاحتلال من تحقيق انتصار جوهري يعود به إلى المجتمع الإسرائيلي. نعم بإمكان قواته أن تتقدم إلى الأمام في الدبابات بالأحزمة النارية وبالتغطية الجوية النارية الهائلة، هذا مفهوم بطبيعة الحال. نحن نتحدث عن 365 كيلومتر، نتحدث عن أرض صحراوية منبسطة، يعني لا نتحدث لا عن غابات ولا عن جبال. الطبوغرافيا داخل قطاع غزة أصلا تعمل لصالح الاحتلال ولا تعمل لصالح المقاومة، لكن بالرغم من ذلك المقاومة فاجأت الاحتلال. الاحتلال كان يعاني من عمى استخباراتي، الاحتلال المقاومة فرضت على الاحتلال أيضا عثرات عملياتية داخل قطاع غزة. المقاومة أثبتت صلابة وصمود أسطوري في الحقيقة، يعني مذهل ما يحصل داخل قطاع غزة بالنظر إلى كل الاعتبارات والمعطيات. وبالتالي بعد
75 يوم هناك ضغط داخل المجتمع الإسرائيلي، هناك إنهاك في الجيش الإسرائيلي، عدد القوات الإسرائيلية التي تقاتل في قطاع غزة تساوي عدد القوات الألمانية التي احتلت فرنسا، يعني حتى نفهم نحن حجم الحشد وحجم الحرب على قطاع غزة، يعني بمعنى الاحتلال استخدم أسلوب الكثافة والزخم، أكبر عدد ممكن من القوات بأكبر عدد ممكن من الدبابات بأكبر عدد ممكن من القذائف على قطاع غزة، وبالرغم من ذلك صمدت المقاومة، وهذا أوقع العمليات الإسرائيلية في مطب كبير وفي عثرات هائلة داخل قطاع غزة، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة لإنقاذ الموقف بخلق نوع من التحول في الشكل العملياتي من القصف المفتوح إلى عمليات أكثر تركيزا، وبالتالي أمام هذا الواقع من الوارد جدا طبعا أن يحصل هناك تحول في الحرب داخل قطاع غزة، الكثافة النيرانية تتراجع، الوتيرة تتراجع، لكن هذا لا يعني توقف الحرب بطبيعة الحال. لدي نقطة مهمة جدا فيما يتعلق بالرواية الإسرائيلية ورواية كتائب القسام، من المؤكد بأن هناك يعني تأثير كبير جدا. بالأمس تحدث الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تدمير منظومة حماس الجوية، اليوم 35 صاروخ تم استهداف تل أبيب من خلالها بوجود رئيس وأعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي في تل أبيب، وكانوا في لقاء مشترك مع زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد. كيف ينظر المجتمع الإسرائيلي إلى مثل ذلك؟ يعني الحقيقة المجتمع الإسرائيلي إزاء صورة متناقضة بخصوص الحرب الجارية على قطاع غزة، وسبب ذلك أن المؤسسة الإسرائيلية فرضت نوع من التكتيم على مجريات العمليات داخل قطاع غزة، وأصبح يعني الإعلام الإسرائيلي بطبيعة الحال هو إعلام نقدي، يعني بطبيعة الحال، ولكن حتى هذا الإعلام النقدي كان خافتا تماما تجاه مجريات الحرب، أي صوت نقدي ولو حتى من أجل مصلحة الجيش أو من أجل مصلحة تحسين أداء الجيش داخل قطاع غزة كانت هذه الأصوات خافتة تخشى أن ترتفع حتى لا تتهم بالخيانة أو تثبيط المعنويات أو ما شابه. لكن الحقيقة في الآونة الأخيرة بدأنا نرى أن الأصوات النقدية تتعالى داخل إسرائيل، وترى أن هناك مشكلات عملياتية حقيقية بخصوص أداء الجيش داخل قطاع غزة. حديث الاحتلال الإسرائيلي حينما يتحدث عن أهداف من قبيل يعني تدمير سلاح الطيران لدى حركة حماس، طبعا أولا يعني التعريف أو التوصيف مضحك في الحقيقة، لأن نحن نتحدث عن صواريخ مصنعة محليا، ليس لحركة حماس منظومة طيران من الممكن أن تضاهي أو أن توازى أو أن تقابل مع دولة مثل دولة الاحتلال الإسرائيلي التي تملك يعني أكثر التقنيات تطورا في المنطقة على الأقل وفي العالم يعني عموما بطبيعة الحال. لكن هذا يتناقض مع الأهداف التي أعلنها الاحتلال الإسرائيلي. الاحتلال الإسرائيلي لم يكن يتحدث عن تدمير أنفاق أو يتحدث عن الوصول لقيادات أو يتحدث عن تدمير سلاح لحركة حماس. في حرب من هذا النوع يملك فيها الاحتلال الإسرائيلي هذه الكثافة النيرانية الهائلة، متوقع أن يكتشف نفق، متوقع أن يغتال أحد قيادات القسام، متوقع أن يصل إلى بعض الأماكن، متوقع أن يقصف بعض راجمات الصواريخ، هذا متوقع، هذه حرب بالتأكيد سيكون هناك خسائر في الطرف الفلسطيني، لكن ليست هذه الأهداف التي أعلنها الاحتلال. الاحتلال أعلن القضاء على حركة حماس، واضح تماما أن القضاء على حركة حماس مستحيل، أولا لأن حركة حماس ليست كتائب القسام، وحركة حماس ليست حكومة أو إدارة قطاع غزة، حركة حماس هي انبثاق طبيعي جزء من المجتمع الفلسطيني، متغلغلة في المجتمع الفلسطيني، ليست فكرة، يعني هي فكرة وهي ضمير وهي وجدان وهي جزء من المجتمع، من أبناء المجتمع، من الناس بطبيعة الحال، وهي اليوم باتت أكثر إلهاما ليس فقط الفلسطينيين، حتى كما تقول تقارير CIA أخيرا وكما نشرت الصحافة الأمريكية للعرب والمسلمين وللعالم كله، أصبحت النموذج التحرري الذي يلهم العالم كله وليس فقط العرب والمسلمين أو الفلسطينيين، وبالتالي هذا الهدف بعيد المنال في الحقيقة على المستوى الاستراتيجي وعلى مستوى الوعي وعلى مستوى طبيعة القضية، حتى لو حقق الاحتلال نوع من النجاحات العسكرية، وهذا الكلام ليس كلامنا نحن يعني العرب أو المسلمين أو الفلسطينيين، هذا كلام وزير الدفاع الأمريكي حينما قال حتى لو أن إسرائيل تمكنت من تحقيق نجاحات تكتيكية في الحرب على قطاع غزة ولكن من الوارد جدا أن تخسر استراتيجيا، وهذا طبيعي، لا شك أن الانتصار الاستراتيجي هو للشعب الفلسطيني، يعني هي ليس كلام رفع معنويات وليس كلام خطابة وليس كلام شعر، يعني هذه طبيعة الأشياء، حقائق الأشياء، هذا هو تاريخ القضية الفلسطينية منذ الانتداب البريطاني على فلسطين وحتى هذه اللحظة. ويعني من المؤكد بأنك تابعت التصريحات الناطق باسم كتائب عز الدين القسام أبو عبيدة والتي كانت قبل قليل، هو تحدث عن عدد آليات استهدفتها الكتائب منذ بدء العدوان البري ما يقرب من نحو 720 آلية، تحدث عن عمليات القنص أيضا لجنود الاحتلال 15 عملية قنص، وهذه كلها قال إنها ناجحة، وقال إن العدو ينشغل بالبحث عن صورة للنصر والإنجاز. كيف تضعها وفي أي إطار هذه التصريحات؟
يعني أولا استمرار كتائب القسام، يعني استمرار الجهاز الإعلامي لكتائب القسام بتصوير العمليات ونشر هذه العمليات، ثم خروج الناطق العسكري بهذه التصريحات بصورة دورية أو بصورة شبه دورية أو مستمرة، ينم بطبيعة الحال على أن القيادة، قيادة الضبط والسيطرة وخطوط الاتصال والتواصل بين مختلف التشكيلات لكتائب القسام داخل قطاع غزة ما تزال تعمل بكفاءة عالية. وهذه قضية مهمة جدا، يعني أهم قضية في هذا النوع من الحروب والمواجهات، حتى لو كانت حربا غير متناظرة، لأننا نتحدث عن تشكيل شعبي مقابل جيش نظامي، لكن في النهاية هذا التشكيل الشعبي أيضا يعتمد على وسائل وأدوات شبه نظامية، ومن ثم ما يزال هذا التشكيل متماسكا قادرا على الاتصال والتواصل وإعطاء المعلومات وأخذ المعلومات ثم نشر هذه المعلومات وتقنينها بطبيعة الحال. والحقيقة على المستوى العملياتي وعلى المستوى العسكري والحربي وعلى المستوى الدعائي والنفسي، هذه ضربة مهمة جدا لكل دعاية الاحتلال الإسرائيلي، هذا من ناحية. من ناحية أخرى، طبيعة المعطيات التي تحدث عنها الناطق العسكري، وهي معطيات كانت كتائب القسام يعني تنشرها باستمرار على مدار الأسبوع، تنم في الحقيقة عن حجم الإنهاك الذي يعاني منه الجيش الإسرائيلي. نعم هذا إنجاز لكتائب القسام، لكن أيضا هذا إنهاك للجيش الإسرائيلي. والحديث عن إنهاك الجيش الإسرائيلي وحديث عن قيادات عسكرية في الجيش تحدثت عن إنهاك في الجيش، وحديث للمجتمع الإسرائيلي الذي بات يشكو من طول أمد هذه الحرب واستمرار أبنائهم في هذه الحرب، وهي حرب أصلا تنعكس على القطاعات الاقتصادية والتعليمية والحيوية والاجتماعية داخل المجتمع الإسرائيلي. يعني نتحدث عن جيش احتياط، أو نتحدث نحن عن آلاف الطلاب الذين تركوا جامعاتهم للانخراط في هذه الحرب. بطبيعة الحال أصلا الشاب الإسرائيلي ينخرط بالجيش الإسرائيلي بعد أن ينهي ما يسمى بالبيجروت، أو ما نسميه نحن بالثانوية العامة، ويقضي 3 سنوات خدمة في الجيش الإسرائيلي، ثم يستدعى كل سنة. الآن هو مستدعى، هناك تعبئة للاحتياط. أيضا في نقطة ثالثة فيما يتعلق بالأداء، أن يكون هذا العدد من الآليات وهذا العدد من عمليات القنص وينم أيضا عن كفاءة عالية. مرة أخرى نحن نتحدث عن طبيعة لا تخدم الفلسطينيين، نتحدث عن منطقة مكشوفة، نتحدث عن طيران كثيف، عن رقابة عالية، عن قدرة استخباراتية عالية للاحتلال الإسرائيلي، لا نتحدث عن جبال ولا غابات ولا كهوف، وبالرغم من ذلك يستطيع المقاتلون أن ينفذ هذا العدد المهم من العمليات طوال الفترة الماضية. طيب أستاذ ساري، الفيديو الذي بثته أيضا كتائب القسام والذي عنوانته برغم حرصنا على حياتهم لازال نتنياهو يصر على قتلهم، عرضت 3 أسرى إليا توليدانو، نيك بيزر ورون شيرمان، قالت 3 قتلوا بسلاح جيشكم، إلى أي حد من الممكن هذا أن يسرع إلى الوصول إلى اتفاق صفقة تبادل تكون فيه اليد العليا للمقاومة الفلسطينية؟ يعني الحقيقة ما تريده المقاومة الفلسطينية ليس التسريع في صفقة التبادل بقدر ما تريده أن يكون وقف إطلاق النار وشرط صفقة التبادل، هذه هي القضية الأساسية. ولأن المقاومة من حيث الأصل ليست مستعجلة في المدى القريب يعني على صفقة التبادل، طالما أن بين يديها رتب مهمة جدا من ضباط الاحتلال الإسرائيلي فهي قادرة على إنجاز لاحقا صفقة تبادل مشرفة بالنسبة للفلسطينيين. ولكن في الحقيقة هذه ورقة قوة موجودة بين إيدين المقاومة الفلسطينية، وهي من خلالها تريد أن تؤثر في المجتمع الإسرائيلي وتدفع المجتمع الإسرائيلي للضغط على قيادته السياسية والعسكرية. في البداية كان هناك رهان لدى العديد حتى من الأوساط المراقبة، سواء كانت مراقبة منحازة للفلسطينيين أو كانت محايدة، فضلا عن رهان المؤسسة الإسرائيلية أن بإمكان بنيامين نتنياهو والمؤسسة الأمنية والعسكرية أن تطمس وملف الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية. وحاول بنيامين نتنياهو وحاولت هذه الحكومة أن تقول في البداية أن الهدف الأسمى والهدف الاستراتيجي هو القضاء على حركة حماس، لو كان الثمن حتى فقدان الأسرى لدى حركة حماس. والعديد كان يعتقد أن إسرائيل قادرة على أن تبقى ماضية بهذا الاتجاه، لكن ثبت تماما أن ملف الأسرى قابل للتحريك وقابل للضغط وقابل للتوظيف والاستثمار، وهذا الذي عملت عليه المقاومة الفلسطينية من البداية. واضح أن المقاومة تعمل بكفاءة على هذا الصعيد، وواضح أن أداء المقاومة مرة أخرى يعني بهذا الخصوص فعال في تحريك المجتمع الإسرائيلي يعني للضغط على حكومته وعلى الجيش والأمن. الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ ساري عرابي، كنت معنا عبر سكايب من رام الله مباشرة، شكرا جزيلا. وبهذه القراءة السياسية والسيناريوهات لتطورات معركة طوفان الأقصى نأتي على نهاية هذه التغطية المفتوحة. أشكر لكم طيب المتابعة، أترككم بحفظ الله ورعايته، سلام الله عليكم.